بدي منك تدعمني وتكون شريك تساعدني ماديا. انت قدرت تقلع وبيمشي الحال، وبعدين اكيد برجع برد لك كل شيء من بعد ما بيع. واذا بعدك you're interested اكيد بيصير لك نسبه من الارباح. يا ريت بتقلي لي عم تضحك. من كل عقلك انا مستني المصاري اللي بدك تطالعيهم انت من هذا الشغل؟ اكيد لا، بس انا اكيد مع الوقت انت رح تشوف كيف هيدا اللاين رح ينجح. اوكي روي روي روي. انا حابعت هذا المشروع لعندي لعند الشباب يعملوا له دراسه يساعدوك بالتوريد والتنفيذ، ويحطوا لك دراسه مبدئيه قديش ممكن يكلف، وبعتقد انه انت بحاجه ليكون عندك ويب سايت. صح؟ عندي ويب سايت. عندك ويب سايت بس بدك واحد جديد. عن جد عن جد غمار، يعني وافقت؟ شو صار لنا ساعة عم نحكي على الفاضي لك؟ ميرسي. لما غمار بيقول شيء يعني صار. بعدين بلشي أكل ولا عاد تفكري بهالموضوع. يا عن جد ثانك يو، ما بعرف شو بدي أقول لك. يارا ما في داعي تخبري بيان بأي شيء لحتى يبلش الشغل. صراحة أنا بفضل إنه هذا الموضوع يكون بيناتنا، لأنه بعد ما خبرت بيان وحب تكون مفاجأة. يا را حاسة إنه بيان مؤخرا يعني هيك مختلفة شوي، صاير معه شيء ما عم تخبره مثلا. شو قصدك؟ انسي انسي الموضوع، انسي الموضوع. وقتها بدك ياني أنا جاهزة، جاهزة أعرف لك اللي بدك إياه. أكيد